السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة باتيس حنان. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم تحضير كرات الطاقة الصحية والمغذية للصغار والكبار. إلا كنتو كتشوفوا القناة أول مرة مرحبا بكم، إلا عجبكم المحتوى ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات. وندوزوا لتحضير الوصفة على بركة الله. أول حاجة كنقوم بها كناخذ هنا نص كيلو ديال التمر، كنغسلو مزيان، كنحيد ليه العظم وكنديرو كيتبخر حتى كيرطب كيف ما غادي تشوفوا معايا، حتى كيولي رطب بهذا الشكل. من بعد كنخليه على جنب حتى كينشف من البخار ديال الماء اللي كيكون فيه. وكندوز هنا كنحضر المكسرات. عندي 125 غرام كاوكاو بلدي اللي حمرته على عافيه مهيله، كيف ما كتشوفوا كيجي محمر من الداخل ومن برا بنفس الطريقه. هنا كنطحنوا، غير كنهرمشوا ما كنطحنوش بزاف. عندي هنا كذلك 125 غرام ديال اللوز بلدي اللي غسلته وحمرته بنفس الطريقه على عافيه مهيله، حتى هو كنهرمشوا. عندي هنا 125 غرام ديال القرقع اللي غسلته كذلك وسخنته شويه في الفران حتى كينشف مزيان، كنهرمشو. عندي هنا 125 غرام ديال الزنجلان اللي كنغسلو وكننقيه وكنحمرو كذلك، 125 غرام ديال الشوفان الرقيق حتى هو حمرته في الفران على 125 درجة، مرة كنبقى نحركو ما كنحرقوش، نردو مع البال باش ما يتحمرش بزاف. وهنا عندي 125 غرام ديال الكوك اللي كيكون رقيق. انا استعملت نفس الكمية من المكسرات. وعندي 125 غرام ديال البرقوق المجفف، ممكن تستعملوا الشريحة او الزبيب اللي بغيتو نتوما، غير باش نزيد من القيمة الغذائية ديال هاد الكرات. فضلت هنا نستعمل البرقوق اللي قطعته قطع رقيقة. كنزيدو على المكونات. كندير شوية ديال الملحة. نص معلقة صغيرة ديال القرفة. ثلاثة المعالق ديال زيت الزيتون اللي كيكون نوع ممتاز. هنا ما كيجيش بين المذاق ديال زيت الزيتون، غير نستعملو نوع اللي كيكون جيد باش ما كيجيش المذاق ديالو مجهد. هنا من بعد ما برد التمر نشف من البخار ديال الماء، كنبدا كنعجنو بهذه الطريقه بالفرشيط، غير باش كيسهل عليا انا ندخلو مزيان مع المكونات كندير هاد العمليه. حتى كيتعجن مزيان، من بعد غادي نضيفو الباقي المكونات. هنا انا عطيتكم الكميه ديال المكسرات، فيمكن لكم نتوما تزيدوا او تنقصوا حسب الذوق ديالكم، غير فقط باش تعرفوا الكميه ديال التمر اللي غادي تستعملوا باش تجيكم الحلاوه هي هذيك، واللي غادي تجمع لكم الخليط ويكون متماسك. هنايا غير كنحط هاد النواشف على التمر، كنغطيه في الاول ومن بعد غادي نبدا نعجن هاد المكونات. صافي هنايا غادي نبدا نعجن التمر مع باقي النواشف بهذه الطريقه. هذه الطريقه كتاخذ منا شويه ديال الوقت، كنحاولوا نبقاو ندخلو بشويه بشويه. في الاول كتحسوا بحال راه ناشف ما غاديش يجمع لكم، ولكن غير كتبقاو تعجنوه راه غادي يجمع لكم مزيان في الاخير كيف ما غادي تشوفوا.
كنستمر في العجن ديالو كيف ما كتشوفوا في الاخير كيفاش كيولي متماسك كيتعجن كيف ما شفتوا. انا هنا غادي نضيف 3 المعالق ديال زيت الزيتون اضافيه. هنا زيت الزيتون كنستعملوه الدور ديالو كمادة حافظه اللي غتحافظ لينا على هاد الكريات باش يبقاو مزيانين، وكذلك كيعطينا ليونه للخليط ديالنا. كيف ما شفتوا هنايا النتيجه ديال الخليط ديال التمر والمكسرات متماسك، كيتجمع لينا بسهوله وما كيتلصقش في اليد. هذا هو الشكل ديالو. من بعد غادي ندوز باش غادي نكور هاد الخليط كله على شكل كريات. كناخذ كميه من العجين وكنكورها بهذا الشكل، فهاد العجينه ساهله في التعامل ديالها ما كتلصقش وبسهوله كنقدروا نشكلوها. من بعد كندوزها في زنجلان محمر، حتى كتلبس الكره كلها بزنجلان بهذا الشكل. كناخذ كميه اخرى وغادي نفندها في الكوك. فهاد الكريات كيجي المذاق ديالهم بحال الحلوه، هادشي علاش انا تعمدت ما نديرش فيهم بزاف ديال المكونات او المنسمات، فقط شويه ديال القرفه ما كيجيش المذاق ديالها باين. فهنا الا كنتو كتبغوا مثلا المذاق ديال الكوك بزاف تقدروا تزيدوا كميه اخرى من الكوك، هادو كيجيو بحال كتاكلوا حلوه ديال الكوك. يعني الدراري الصغار كيعجبوهم بهذا الشكل، كيجيو بحال الحلويات ما كيحسوش وكيجي المذاق ديال المكسرات مهرمشين، كيجي كاينه واحد القرمشه في الكرات، فغادي كيعجبوا الصغار والكبار، غادي يعجبوكم ان شاء الله. كنستمر بنفس الطريقه كندوزهم في الزنجلان وفي الكوك حتى كنسالي الكميه كلها بهذا الشكل. هذه هي الكميه اللي عطاتني المقادير اللي استعملت. بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ تقدروا تحتفظوا بهم في الثلاجه كيبقاو مده طويله ما تخافوش عليهم، اولا ممكن تاخذوا الكميه اللي كتستهلكوا في يومين او 3 ايام والباقي تحتفظوا به في المجمد، فهو كيبقى محافظ على القرمشه ديالو. يعني الكرات ديالكم فاش كتخرجوهم من المجمد وكيطلقوا كتلقاوهم بحال يلا عاد دخلتوهم. كيف ما شفتوا هنايا انا خديت بواطه وحطيت فيها ورق الطبخ، عاد استفت فيها الكرات وغادي نسدها مزيان وغادي نحتفظ بها في الثلاجه او في المجمد كيف ما قلت لكم الطريقه اللي كتناسبكم. كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى تكون نالت اعجابكم. الى عجبتكم ما تنسوش تشاركوها مع الاهل والاصدقاء في مواقع التواصل. شكرا على المتابعه والى فيديو قادم ان شاء الله.